مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار المحلية من قناة الشروق، ونبدأها بالعناوين. ولاية الخرطوم تؤكد حرصها على معالجة قضايا السكن الشعبي للمستحقين من الشرائح الضعيفة. النيل الأبيض تدشن الحملة القومية لتوزيع الناموسيات المشبعة لمحليات الولاية. أهلا بكم. أكد والي ولاية الخرطوم الفريق أحمد عبدون حماد حرص حكومة الولاية على معالجة قضايا السكن الشعبي للمستحقين من الشرائح الضعيفة، ووقف الوالي على سير إجراءات العمل بصندوق الإسكان والتعمير بالولاية عقب المعالجات التي أعلن عنها مؤخرا، وأشار إلى اكتمال المرحلة الأولى من الإجراءات على أن تليها المرحلة الثانية من المعالجات لاحقا، وقال أن عدد الذين تقدموا بطلبات الإسكان تجاوز 7000 طلب، وقال إن الولاية تعمل في إنفاذ 7 محاور أساسية من بينها التعليم والصحة ومعاش الناس. عدة اجتماعات وناقشنا الموضوع من كل جوانبه، والحمد لله تمخضت هذه الاجتماعات عن قرار إنه لابد إنه نصير قدما في الموضوع بتاع السكن الشعبي. الحمد لله ماشيين بآلية كويسة، وبنجتمع كل يوم 3 من كل أسبوع مع المواطنين ومع الشرائح الضعيفة حقيقة، والسكن الشعبي ده نحن مستهدفين به الشرائح الضعيفة والشرائح الرقيقة من المجتمع السوداني، والحمد لله ربنا وفقنا وماشيين كويس. بنجتمع معهم كل يوم 3، والمرحلة الأولى حصرنا كل الناس، ونحن هسه في مرحلة تفرز عشان نشوف فعلا الناس المستحقين. وفيما يختص بقضية المواصلات، قال والي ولاية الخرطوم إن حكومته تعمل على معالجة الأزمة عبر محاور متعددة، وقال الوالي إن القطار المحلي سيدخل الخدمة بدءا من يوم 21 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن عدد من الباصات سيتم وصولها إلى البلاد في القريب العاجل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر. تسير القطار، وإن شاء الله حسب البرنامج الموضوع القطار حير النور في يوم 21 القادم، وقبل كده حندشن وحنعمل رحلة تجريبية إن شاء الله، ودي بداية الغيث إن شاء الله. حنشتغل بالخط الشمال بحري، بحري الشمبات الحلفاية الكدرو الجيلي، دي المرحلة الأولى في شمال العاصمة، و المرحلة الأولى في جنوب العاصمة الخرطوم الشيرة وثوبة، برضو حنسير خط آخر جنوب الخرطوم حيكون من الشيرة للاحتياطي المركزي ومن ثم إلى جبل أولياء. طبعا هناك ما في قضيب، ونحن عندنا 40 كيلومتر قضبان في بورسودان وجاري شحن عشان ما ننفذ الخط المذكور ديا. دشن اللواء ركن حيدر علي أطريف ولي ولاية النيل الأبيض المكلف صباح اليوم بمنطقة رواجدة بمحلية ربك الحملة القومية لتوزيع الناموسيات المشبعة، والتي تنفذها وزارة الصحة الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض وبتمويل من منظمة اليونيسيف وصندوق الدعم العالمي. وقال طريف إن الحملة تشمل جميع محليات الولاية، مستعرضا جهود حكومته في مجال مكافحة النواقل من خلال عمليات رش ضبابي ورزازي ومجانية علاج الملاريا، مؤكدا أن هذه الحملة تعضد جهود الولاية في مكافحة النواقل والحد من انتشار مرض الملاريا. توزيع 828 ألف ناموسية بهذا الحجم معناتها أضرب في 2، ده لو ناس كبار، واضرب في 4 لو اطفال، يبقى بالتالي العدد بتاع النواميس او الناس المحميين بهذه النواميس يفوق 2,400,000، وده العدد بتاعنا في الولايه. يعني المفروض بعدنا نكون مكتفيين ذاتيا من حيث النواميس. معروف انه خريف هذا العام كان خريف استثنائي، اضافه للسيول والامطار، إضافة لأنه ما شاء الله هذه الولاية ولاية معطاة في الزراعة، وبالذات في زراعة الأرز المغمور، زراعة قصب السكر.
من جانبه كشف الدكتور الزين سعد ادم المدير العام لوزاره الصحه والتنميه الاجتماعيه بولايه النيل الابيض ان حمله توزيع الناموسيات المشبعه تغطي اكثر من 1,650,000 نسمه بالولايه، بالاضافه لمحليه ام رمتة التي تم تغطيتها بنسبه 100%، مبينا ان الحملات تغطي 85% من سكان الولايه، بالاضافه لجهود الوزاره في وسائل المكافحه المختلفه والتي يتم دعمها من حكومه الولايه. ولعلنا يعني بصدد تدشين الحمله القوميه للناموسيات المشبعه، ويمكن اليه من اليات المكافحه يعني غير الوسائل الاخرى لاصحاح البيئه والوسائل التثقيفيه والتعزيزيه الاخرى. نفتكر انه يعني الاتحاديه نهجت هذا المنهج الفاعل بالشراكه مع منظمه اليونيسيف وصندوق الدعم العالمي بمشروعاته الثلاثه بهذه الـ يعني الوسائل. لو الناس احسنوا استخدامها بنستطيع انه نحن باحسان الاستخدام هذه الـ يعني الاليات المكافحه بنكون يعني نجي نفسنا من امراض خطيره جدا. يصادف 14 من شهر نوفمبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري في ولايه القضارف، وسجل مركزها المتخصص في المرض نجاحا كبيرا في تقليل نسبة بتر الأطراف إلى أقل من 1% بفضل خدماته المتكاملة التي جذبت ولايات الجوار وتعددها إلى الدول المجاورة. طفرة لا تخطيها العين في مجال تقديم الخدمات الطبية هنا في ولاية القضارف، يقف مركز السكري التخصصي شاهدا على ذلك من خلال الخدمات العلاجية المتكاملة التي يقدمها. في ظل تزايد الإصابة بالمرض، ف250 شخص هو متوسط التردد اليومي على المركز. مريض السكري ما لم يتهم انه المرض ده مرض مزمن ومرض لازم بقية حياته ويعرف انه العناية به عناية متكاملة، ما تخصص واحد ولا دكتور واحد ولا شخص واحد يستطيع انه يجابه كل مضاعفات مرض السكري. فبالتالي لازم تكون في عياده متكامله، العياده دي فيها التخصصات دي كلها، الحمد لله احنا بديناها في القضارف في 2009، بدات كل التخصصات، يمكن المبنى والبنيه التحتيه ما كانت بالمستوى ده، لكن الكادر كان مدرب تدريب عالي جدا وعارفين شغلهم، وبدينا بامكانيات بسيطه جدا، لكن في النهايه وصلنا للحاجه اللي احنا عايزينها. يعني بدينا القضارف في 2006 كانت نسبه البتر فيها تفوق ال 20% من الجروح الطرفيه بتاعت السكري. لكن الحمد لله بعد المركز استمر السنه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه لحد ما وصلنا في 2015 نسبه البتر بقت اقل من 1%، والحمد لله المركز الان عنده سمعه كويسه جدا. المركز الذي بات مقصدا للباحثين عن العلاج من الولايه وحتى من خارجها، يقول المرضى انه وفر عليهم عناء السفر بما وفره من خدمه طبيه متكامله. اطر مركز يعني في مصاف المراكز العالميه، فمركزنا ده يعني بيستقطب كل المرضى من جميع الولايات بخارج القضارف، وبه كل التخصصات الطبية، عناية بالأقدام، معمل، عملية، كل الكوادر الطبية مؤهلة. الإحصاءات حسب الإداريين بالمركز تقول بأن أكثر من 10,000 مريض هو حجم التردد خلال السنوات الثلاث الماضية، جميعهم وجدوا الخدمة والرعاية المطلوبة، بل تعدى الأمر إلى مواطني دول الجوار. دي السنة الثالثة في المركز الجديد ببنيته الحالية دي، بيشهد تطور مستمر. نحسب ذلك التردد الحمد لله وصل تردد تراكمي لأكثر من 12,000 مريض بتردد يومي فاق 250 مريض ما بين متابعات الفحوصات للعلاجات، بجانب 40 إلى 50 غيار للعملية يوميا. الحمد لله الخدمات في المركز أطلعت بقت تقدم على مستوى الولايات المجاورة وبعض دول الجوار. الرابع عشر من نوفمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للسكري في ظل تزايد عدد المصابين بالمرض، إلا أن ما يقدمه مركز القضارف من رعاية وخدمة قد قلل نسبة البتر إلى أقل من 1% وسجل استقرارا في معدلات الإصابة بفضل برامج التوعية والإرشاد. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. شهد والي ولاية شمال كردفان المكلف رواء ركن الصادق الطيب عبد الله توقيع على عقد إنشاء شبكة كهرباء مدينة أم دمحة جحمد بمبلغ قدره 33 مليون جنيه بطول 375 كيلومتر لتشمل كل أحياء المدينة.
ولشمال كردفان أكد على أن الكهرباء تعتبر إحدى البنيات التحتية التي تسعى الولاية على تطويرها والعمل على تحسين الخدمة بها من أجل مواطن الولاية. هذا ومن المؤكد أن يبدأ العمل في تنفيذ هذا الخط في مقبل الأيام القادمة. تم التوقيع عقد الكهرباء محلية أم دم أو مدينة أم دم بين جمعية كهرباء أم دم وحمال الأسر الهندسية بطول 375 كيلو اللي هو بطول 750 عمود، وأفتكر أنه من المشاريع الحيوية والهامة جدا المحتاجة لها الآن مدينة أم دم حتى أنها تبقى في مصافي المحليات بإذن الله تعالى. بتكلفة 33 مليون هي تمويل بنكي بتمويل صغار التمويل الأصغر، وإن شاء الله يتم استرداده من خلال الجمعية لصالح البنك. والولاية صراحة عليها تجهيز مصدر الطاقة، ومصدر الطاقة جاهز الآن، نحن لدينا وابرات الآن جاهزة. من جانبه أشار المدير التنفيذي لمحلية أم دم حاج أحمد أن المشروع يمثل دفعا لتخريج العمل الاقتصادي ودعم الإنتاج وتطوير المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل تكاملا ما بين الجهد الشعبي والرسمي. إن شاء الله نحن جاهزين ومستعدين، واستافنا جاهز وعملتنا جاهزة وآلياتنا موجودة، وإن شاء الله في القريب العاجل مجرد ما ضخت التمويل حنبدأ طوالي. تقريبا المدة المكتوبة في العقد هي زي شهرين، إن شاء الله في ظرف شهرين إن شاء الله أم دم حاج أحمد حتنور بإذن الله تعالى. منظمة شمع الخيرية حلقة تدريبية لعدد من الفعاليات العاملة في مجال حقوق الطفولة، وذلك بغرض إطلاع المتدربين بالقضايا المتعلقة بهذا الشأن حتى يتمكنوا مستقبلا من التعامل معها. وتناولت رئيسة المنظمة نور الحسين النجاحات التي أفرزتها الدورات السابقة، خاصة فيما يتعلق بعقود تواثقية مع عدد من المنظمات العاملة في هذا الخصوص، وأشارت إلى أهمية دعم قضايا الأطفال فاقدي الأبوين من قبل المجتمع والمهتمين بهذا العمل الإنساني. اجتهدنا بامتياز في أنه نعمل ترتيب آخر برضو في دار التدريب أخوان الباحثين الاجتماعيين العاملين بوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم على مستوى دار المايقومة وعلى مستوى المحليات السبعة في إطار الأسرة البديلة. الإخوة الباحثين هم متخصصين في الملف وهم المعنيين بمتابعة ومراقبة عملية الكفالة. من جانبه أكد مستشار قضايا الطفل الشيخ محمد هاشم الحكيم ضرورة تبني الأسر للأطفال فاقدي السند بواقع طفل كل أسرة، مشيرا إلى أهمية تقنين نظام الكفالة وتقديم حلول عملية، لافتا إلى أن ذلك يتم خلال اللوائح المنظمة التي ستعمل على معالجة كل التشوهات والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام الذين يرغبون في كفالة الأطفال أو تبنيهم عبر الأسر، كما أشار إلى ضرورة دفع حقوق الأطفال فاقدي السند والرعاية الوالدية. الهدف الأساسي من هذه الورشة تقنين نظام الكفالة، حل المشكلات الموجودة، تطوير الأطر واللوائح المستندة على هذه الكفالة، الاهتمام بالمنظور الديني والمنظور النفسي والاجتماعي لمعالجة كل التشوهات وكل العقبات والتحديات اللي بتقيف من الأسر، والعمل على حل مشكلات الكافلين من أسر وغيرهم. لذلك احنا بنعتقد يعني خلال هذه الأربع أيام كان في عمل فاعل جدا من الجميع وخرجوا بتوصيات مهمة جدا. مشاهدينا، نشرتنا المحلية متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. تمويل 3 سدود مياه من الاتحاد الأوروبي لمحلية تلكوك بولاية كسلة. مشاهدينا، أهلا بكم في نشرة المحلية بعد الفاصل. تسلمت محلية تلكوك 3 سدود بمشروع الأمن الغذائي الممول عبر الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر منظمة براكتيكال أكشن، ويرمي المشروع إلى توفير أكبر قدر من المياه للرعاة والمزارعين بالمنطقة
الذين يعانون من نقص حاد في خدمة المياه في فصل الصيف. وقالت مديرة مشروع الأمن الغذائي بمنظمة براكتيكال أكشن بهجة جلال أن المشروع يتوقع أن يغطي مساحات واسعة من المحلية بالقطاع الزراعي بجانب توفيره لخدمات المياه للرعاب المحلية في المواسم المقبلة. بما أن محلية تلكوك من محليات شمال كسل التي تنشط فيها حركة الري وتنتشر فيها الحركة الزراعية أيضا، إلا أن المحلية لا زالت تعاني نقصا في خدمات المياه. مشروع الأمن الغذائي الممول عبر الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر منظمة براكتيكال أكشن نجح في إنشاء ثلاث سدود بغية توفير ولو جزءا يسيرا من الماء للمنطقة. أعتقد أن السدود دي اتعملت في إطار مشروع الأمن الغذائي عشان على الأقل توفر لنا موية لأغراض الزراعة وتغيير الطبيعة تحت المنطقة، عشان على الأقل يكون في برضو فرصة بتاعت موية للمراعي. واحدة من الفوائد الكبيرة اللي مرقنا بها من إنشاء هذه السدود إن المنطقة خلف السد يعني منطقة الحمد لله سبحانه وتعالى منطقة مغدرة، والشدر الخلف الحمد لله سبحانه وتعالى يعني بقى مغدر ومنطقة واعدة للاستفادة منها بأغراض الزراعة والري. اختيار المنطقة لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي أملته الظروف المحيطة بها ولتوفر كل مطلوبات نجاح المشروع، خاصة فيما يتعلق بتغيير النمط الغذائي لسكان المنطقة باعتبار أن هذا الهدف من الأهداف الرئيسة التي يسعى لها المشروع. في الحقيقة من خلال طوافنا على المشروع مناطق التنفيذ بنعتبر أنه فعلا الاختيار تم بطريقة جيدة والتنفيذ تم بأجود ما يكون، وحقيقة هي مناطق فعلا في أمس الحوجة لمشاريع حصاد المياه، وبتنعكس بعدين في مسألة بتاعت تغيير السلوك والنمط الغذائي في القرية وفي المحلية بصورة عامة. بنفتكر أنه بمشروع الأمن الغذائي مع هذه المنشآت إن شاء الله بتضافر الجهود بتصبح هذه المنطقة يعني في المواسم الجاية إن شاء الله منطقة غنية جدا بالزراعة، وطالما توفرت المياه عبر حصاد المياه بالثلاثة منشآت دي توفر ولو القدر اليسير من الماء لسكان المنطقة عبر مشروع الأمن الغذائي أتاح لهم فرصة العودة للزراعة حتى وإن كانت في مساحات محدودة، بيد أن مواطني المنطقة يتطلعون إلى توسع المشروع ليشمل حماية السدود من تغول أشجار المسكيت التي غطت أجزاء واسعة من المنطقة. منطقتنا هي أساسا منطقة زراعية وما كانت عندنا موية وافرة، حسا قاموا وفروا لنا براكتن أكشن الموية، يعني فيما بعد أنا هنا هسا بعد ذا نكون جاهزين للزراعة. الحماية بتاعت البسكيت دايرين الناس تقف معانا، يعني زي ما شايفين البسكيت دي براكم اليوم، ونتمنى الناس تقف معانا في البسكيت، أنا ما عندنا أي مشكلة إن شاء الله. خالد بشير الشروق، ولاية كسلا. مشاهدينا انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ولاية الخرطوم تؤكد حرصها على معالجة قضايا السكن الشعبي للمستحقين من الشرائح الضعيفة. النيل الأبيض تدشن الحملة القومية لتوزيع الناموسيات المشبعة لمحليات الولاية. انتهت النشرة المحلية، قدمناها لكم من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. وإلى اللقاء.